ناخد اتصال من الأستاذة نورة من البحيرة. نور، أستاذ نور من البحيرة. أستاذة نور، ألو، السلام عليكم. أهلا بيك. عليكم السلام. حضرتك، أنا عايزة أعرف لو حد عنده إعاقة في السمع يقدر يطلع معاه؟ تمام. الإعاقة عين، ودن واحدة ولا الاتنين؟ لا، الاثنين. تمام، دي مرحلة أولى دي حضرتك. يعني خالص، أنا عايزة أعرف ينفع يطلع له معاه أو كده يعني، أو حاضر. إيه مثلا الوظائف اللي هو ممكن يشتغلها. حاضر، نجاوب حضرتك عليها. حاضر، شكرا استاذ نور. ناخد اتصال من استاذ عصام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اوجه سؤال حضرتك؟ اتفضل يا فندم. انا ربنا كرمني ببنت عندها متلازمه داون، عندها سنه ونص، متلازمه الحب. هل من حقها بعد ما اطلع كارت الخدمات دول سياره معاقين؟ حاضر، نجاوب حضرتك. حاضر، ماشي يا استاذ عصام، شكرا لحضرتك وتابعنا من خلال الشاشه. طيب، نجاوب على السؤالين دول. وفي الاخ اللي كان اتصل قبل كده بتاع التموين تقريبا، في كارت التموين. طيب، هو الموضوع ان هو حضرتك بيقول له انت الدخل بتاعك عدى او الكلام ده كله، طبعا الكلام ده مش صحيح. انا ما اعرفش بتوع وزاره التموين جابوا الكلام ده منين. ده هو نص صريح ان الاشخاص ذوي الاعاقه، ولسه حتى من حوالي من اسبوع طالع منشور من وزاره التموين ان الاشخاص ذوي الاعاقه مستثنيين من موضوع الدخل. فهو بيروح بياخد، بس برضو انا ارجع اقول ان انت لازم تكون معاك بطاقه الخدمات المتكامله، هي دي السند او اثبات الشخصيه للاستحقاق من هذه الخدمات اللي بتوفرها الدوله. فانت حضرتك المفروض هتطلع البطاقه وهتوصل لمكتب التموين، هتعمل طلب لمدير المكتب هناك ان انت معاك بطاقه الخدمات المتكامله، وانت بتحصل على بطاقه التموين من بدون اي شروط خالص. يعني ما فيش اي عرض او شرط ان انت تقدر تستفيد من اصدار البطاقه من ضمن الشروط المعموله للناس، ان انت مستوى الدخل او مستوى المعيشه، لا خالص، ده بدون حد اقصى كمان يعني. فانا بقول للاخ اللي هو كان اتصل عشان خد المناقشه ديت، هو يعني يصدر ياخد البطاقه المتقدمه متكامله وبعد كده يقدم لوزاره التموين هذا الامر. واحنا ان شاء الله الحاجات دي برضو احنا يعني انا هنتكلم فيها مع المسؤولين الخاصين بالشؤون الخاصه بالتموين مع وزاره التضامن، ان احنا نعمل زي ورشه عمل ما بينهم بحيث نزلل هذه المشاكل اللي الناس بتواجهها ونعرف الناس، لان في ناس كتير جدا من الموظفين ما يعرفوش القانون اساسا يعني. ده الاستاذ حامد كان من حلوان، يا رب يكون الباشمهندس جاوب على سؤالك. عندنا نوره وعندنا مدام خضره. نوره كانت بتتكلم على الإعاقة السمعية والوظائف المتاحة ليها. أو طيب، هي الإعاقة السمعية المفروض اللي هي لما بيكون الودنين ما تسمعش بيهم، يعني إعاقة سمعية كاملة، فهي المفروض مرحلة التسجيل في مرحلة الوقت الحالي اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، الوزارة شغالة فيها. فهي بتسجل على موقع وزارة التضامن عن طريق تقرير طبي بتجيبه من مستشفى حكومي معتمد بختم النسر، وبترفع الملفات ديت على الموقع. لا، اجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. وبعد كده يعني الوظائف، اغلبية الوظائف اللي بيشتغلوا فيها بتبقى عملية كلها عملية كتابية بحتة، إدارية بحتة طبعا. بس طبعا انا كنوع التوظيف اللي انا حاضر اقول لك عليه كنوع الوظيفة، ده هيرجع للتقييم الوظيفي اللي هيتعمل في مكتب التأهيل الاجتماعي اللي انت تابع عليه. يعني هو بيوجهوا بعض الأسئلة للشخص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة او الشخص المعاق، بيقدر هو يحطه في الكادر الوظيفي اللي مناسب ليه. فانا ما اقدرش اقول لك النهارده ايه الوظيفة المناسبة طبقا لكلام انا سامعه او سؤال، لا، ده بيبقى ليها تقييم وبناء عليه بيتوجه الشخص، بيبقى معاه شهادة التأهيل، هيشتغل في ايه، الاعمال اللي يقدر يقوم بها ايه. فدي هترجع بيها حضرتك لمكتب التأهيل برضو، ان انت تسألي ايه الاعمال اللي ممكن تقدري عن طريق الشهاده اللي معاك تشتغلي بيها يعني. طيب، هناخد اتصال من ام عباده ونستكمل الاجابه على الاستاذه خضره والاستاذ عصام ان شاء الله. ام عباده معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا عليكم. بيك. اهلا بيك. عليكم السلام. عندي والله ابني عن 33 سنه ومعاه شهاده 5%. ايوه. وعنده عين مكشوفش بيها ومعاه خمسة شهادة 5% ودايس على شغل مش لاقي، ومعاه 3 أولاد والله. مشكلة التعيين والعمل. شكرا على اتصالكم مع عبادة، تابعينا من خلال الشاشة بإذن الله تعالى.